وسهلا بحضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع، ومستمرين مع حضراتكم في نقل كافة الكواليس والتفاصيل الخاصة باليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي اللي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسته الافتتاحية. وزي ما قلنا لحضراتكم إنه التمثيل على كافة المستويات متواجد في هذا المؤتمر، وحتى الشباب بكافة أطيافهم وكافة انتماءاتهم السياسية أو الاقتصادية موجودين بشكل كبير جدا في جلسات ويعني نقاشات المؤتمر الاقتصادي. ويشرفنا ان احنا يكون معانا الان النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انطباع حضرتك عن اليوم الاول وما دار في جلساته المختلفه؟ الحقيقه اليوم الاول احنا طبعا استمعنا لشرح من السيد رئيس الوزراء حوالين التشخيص، حوالين عدد من النقاط المتعلقه بالوضع الاقتصادي المصري، ما مر به من تبعات، سواء كانت تبعات سياسيه او اجتماعيه ادت الى التاثر الاقتصادي بالعديد من الامور السياسيه والفترات الصعبه اللي مرت بها مصر. إضافة لذلك كان من خلال كلمة سيادة الرئيس اللي كان فيها مصارحة شديدة حوالين ما واجه المجتمع المصري على مدار السنوات الماضية وتبعات ذلك أيضا على الاقتصاد المصري. أنا بعتقد من خلال هذا المؤتمر نحن نضع تشخيص سليم لما نواجه من مشكلات فيما يتعلق بغلاء المعيشة، فيما يتعلق بجذب الاستثمار، فيما يتعلق بالروتين حتى وما يسببه وما ينعكس فيه على الأداء الاقتصادي بشكل عام. فوجود تشخيص ومن ثم المناقشة حتى إيجاد أفضل الحلول، أعتقد أنه ده خارطة الطريق الذي يضعها هذا المؤتمر، ومن خلاله نتطلع إلى أن نشهد من بعد هذا المؤتمر قدرة على تحقيق نتائجه اللي هتنعكس على تحجيم البطالة، هتنعكس على مواجهة غلاء المعيشة، هتنعكس على مزيد من تدعيم شبكات الأمل الاجتماعي للمواطن المصري. فكل دي تطلعات، والحقيقة أن الاقتصاد هو أكثر الأمور اللي بتهم أي شعوب، لأنه وضع الإنسان وحياته وجودة هذه الحياة وما يقدم ليه من خدمات هو اللي بيهم الشعوب بشكل أساسي ورئيسي. فبالتالي الشعب المصري بما قدمه من تضحيات على مدار سنوات، وإحنا شفنا أنه يعني مصر واجهت على مدار تاريخها العديد من التحديات الكبرى اللي كان لها انعكاسات على الاقتصاد المصري. فالنهارده ان احنا يعني نجلس لنتحدث ونتحاور ونجد الحلول الاكثر قدره على مواجهه هذه التحديات، ده شيء هام للغايه، لانه بالحوار بتبنى الشعوب وبالحوار بتبنى الرؤى المختلفه اللي تستطيع من خلالها ان تطبق وتاخذ افضل المسارات اللي من شانها ان تواجه اي تحدي حتى لو كان تحدي كبير. والحقيقه احنا طبعا بينعقد هذا المؤتمر في فتره غايه في الحساسيه، لانه العالم كله واجه جائحة كورونا وكان لها تبعات اقتصادية على كل بلدان العالم، أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية، فبالتالي تبعات ذلك على الاقتصاديات الدول، ومصر بالتأكيد في جانب من التأثير موجود على الاقتصاد المصري. كان لابد من يعني انعقاد هذا المؤتمر من أجل وضع الرؤى اللي من شأنها أن نستطيع أن نواجه هذه التحديات الكبرى ونستطيع من خلالها أن نخرج بأفضل النتائج. طيب سيادة النائب، يمكن يعني وسط كل التحديات اللي ذكرت اليوم واللي حضرتك توقفت أمامها، كان في نقطة مضيئة قالها السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه مصر دولة شابة وأنه أكثر من 60% من الشعب المصري تحت سن 40، وبالتالي مصر قادرة على أنها تستشرف مستقبل أفضل بشبابها إن شاء الله. حضرتك أحد ممثلي الشباب حضورا في هذا المؤتمر، ذهنك كان فيه إيه وبتفكر في إيه، والرسالة الأساسية اللي بتفكر فيها وأنت تحضر اليوم إلى جلسات المؤتمر؟ بالتأكيد أنه أي شاب هيبقى مهموم بقضايا جيله متعلقة بالتحديات الاقتصادية فيما يتعلق بالتحجيم البطالة ومواجهة البطالة، وأيضا ربط التعليم بسوق العمل، أنه يعني الشخص اللي بيحصل على شهادة يعمل وفقا لهذه الشهادة التي حصل عليها. فالحقيقة دي أمور فيها تراكمات عشرات السنين من عدم التركيز على التعليم الفني، بأنه كان التوجه كله نحو الشهادات العليا، في حين أنه ما فيش وظائف مساوية أو متاحة لهذا العدد الكبير من الخريجين.
بالتالي أنا مهموم بقضايا جيلي. هذا الجيل جيل يعني عاش فترات صعبة للغاية من الناحية الاقتصادية، وخرج في 2011، وكان جزء من هذا الخروج هو الظروف الاقتصادية، وفي 2013 أيضا. فبالتالي يعني هم الرئيسي لهذا الجيل، الجيل الذي عاش هذه الثورات، هو كيف أن نطبق العدالة الاجتماعية في هذا المجتمع، كيف أن نحسن من أوضاع هذا الجيل من الشباب والمجتمع بشكل عام. فيمكن إحنا النهاردة من خلال الأرقام في تفاؤل في تحجيم البطالة، في تفاؤل في تحقيق مزيد من النمو. لسه قدامنا تحديات محتاجة معالجة، وإحنا بنتكلم على جانب الروتين، وده يمكن حتى تم من خلال المناقشات اللي جرت اليوم، إنه في جزء على الجهاز الإداري للدولة أن نعمل عليه، ونعمل على إصلاحه للقدرة على إنه يحقق عمليات الإصلاح الاقتصادي على الوجه الأمثل. إنه ما زال إحنا مثلا خرج قانون الاستثمار وخرجت حزمة من التشريعات، لكن ما زال البيروقراطية بتحول دون قدرة المستثمر على إنه يعني يتمم ما يسعى عليه من أعمال وإجراءات في أوقات وجيزة. فالعمل على هذه النقاط ومن ثم يؤدي إلى جذب الاستثمار، ومن ثم يؤدي إلى تحجيم البطالة، دي كلها أمور هتعمل متغيرات كبيرة، ونستطيع كلنا أن احنا نشعر بأنه في يعني نهضة كبرى في الاقتصاد. الحقيقة الاقتصاد المصري ووضع خطة إصلاح اقتصادي كانت صعبة، وكانت في نفس الوقت ضرورة قصوى، لأنه لم يعد على الدولة المصرية إذا أرادت أن تعتمد على نفسها سياسيا إلا أن تعتمد على نفسها اقتصاديا. وجزء من استقلال القرار الوطني المصري هو استقلال الاقتصاد المصري وقدرته على أن يكون قائما بذاته، لا يعتمد على أي دول ولا يعتمد على أي أطراف لدعمه، وإنما يستطيع هو بنفسه الاعتماد على نفسه والقدرة على النهوض بشكل أفضل. فبالتالي كان جزء من ده عملية الإصلاح الاقتصادي الصعبة اللي الشعب المصري كان البطل في تحمله لعملية الإصلاح الاقتصادي الصعبة. وبالتالي هنا بتأتي إن احنا نحتاج إلى مزيد من الحوار والنقاش لتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي، للرفع عن كاهل المواطن، لمواجهة كل التحديات بأسلوب علمي وبأسلوب قادر على الوصول إلى أفضل المسارات لمعالجة كافة هذه التحديات. الحقيقة حضرتك تحدثت عن نقطة غاية في الأهمية، وهي تم إثارتها اليوم حتى في حديث الدكتور مصطفى مدبولي وفي حديث السيد رئيس الجمهورية، الخاصة بالحلول، حلول الأزمات طويلة المدى اللي تورثتها الدولة المصرية، والحديث عن الحل الجذري اللي ممكن يكون في مخاطرة فيما يخص الشعبية السياسية للقيادة السياسية وللحكومة، أو الحلول اللي أطلق عليها يعني الحلول للتهدئة أو المسكنات. بتشوف إزاي تعامل الدولة المصرية مع هذا الأمر، خاصة إنه الدولة خدت خطوات كبيرة وقوية في طريق الإصلاح الاقتصادي؟ يمكن احنا عشنا، وده كان تشخيص مهم للغاية وكان محايد للغاية بعيدا عن الجانب السياسي، نحن عشنا عشرات السنوات من المسكنات للاقتصاد المصري، وعشرات السنوات من يعني عدم السعي نحو وجود رؤية للحلول الجذرية لكافة التحديات القائمة. فالحديث وتشخيص الأمر بهذا الشكل اليوم يعني أعطاني أمل في أننا نستطيع أن نضع الدواء الصحيح لهذا التشخيص الصعب. والحقيقة أنت مش بتعالج الاقتصاد المصري بناء على يعني سنوات قليلة ماضية، أنت بتعالج اقتصاد بنية أو تم التعامل معاه لعشرات السنوات بشكل خاطئ، وزي ما تم الحديث في القاعة بطريقة المسكنات وليس بالحلول الجذرية. فبالتالي أنه النهاردة البطل الرئيسي والأساسي والشعب المصري في القدرة على التحمل والفهم، وأن احنا نستثمر ده بأنه يوجد يعني المختصين في المجال الاقتصادي أفضل المسارات الممكنة وأفضل الحلول لكافة التحديات، ده أمر بات ضرورة قصوى في هذه المرحلة، لأنه مع تحمل المواطن المصري لعملية الإصلاح الاقتصادي الصعبة يجب أن يكون هناك محفزات اقتصادية قادرة على أن احنا نمر من هذه الفترة سريعا، وقادرة على أن احنا نعالج كافة المعوقات والتحديات اللي بتواجه أي مجال من المجالات الاقتصادية. وبالتالي لما بنتكلم على اقتصاديات قوية بنتكلم على الصناعة كجزء رئيسي وأساسي. النهاردة الدولة بنت عدد من المدن الصناعية،
هنا. وحتى رئيس الوزراء اتكلم على الأراضي اللي تم يعني إعطائها للمستثمرين وتم يعني بناء جزء صغير منها. فبالتالي هنا المجمعات الصناعية فبالتالي النهاردة لما الدولة تشتغل على تشوف إيه معوقات اللي والبعض تحدث من المستثمرين إن المرافق هي جزء رئيسي وأساسي في مشكلة قدرتهم على الانتهاء من البناء أو المشروعات المختلفة اللي حصلوا على أساسها على الأراضي. فهنا نحن نتكلم في هذه النقاط والمستثمر يتحدث بشكل صريح وبشكل واضح عن كافة التحديات التي يواجهه ويطبق من خلال ده أو يتم وضع خريطة الطريق يكون جزء منها قرارات تنفيذية يجب أن تتخذها الحكومة، جزء منها معالجة تشريعية يجب أن يعمل عليها البرلمان. ده يقودنا في النهاية إلى المسار الأفضل في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية القائمة. زاوية مهمة جدا في المؤتمر ويومه الأول ويمكن كثير من الحضور خدوا بالهم منها، وهي مهمة أنها تنقل يعني كما هي إلى المتابعين والجمهور حتى لا يتخيل البعض أنه المؤتمر حديث داخلي ما بين الحكومة وداعميها. شفنا النهاردة شخصيات من المعارضة، يعني شفنا أسماء وحضور لشخصيات محسوبة على المعارضة ومعروف عنها آرائها اللي فيها انتقاد قوي ومباشر واختلاف يمكن في الرؤى كامل مع الدولة المصرية وأولوياتها، لكن شفناهم حاضرين النهاردة وبيشاركوا بشكل كبير. كنت متوقع هذا الحضور وهذه المشاركة؟ الحقيقة كنت متوقع حضور يعني كل الطيف السياسي المصري من المعارضة، والحقيقة أن هذا الحضور هو جزء من الحالة اللي بيتم بناءها الآن مع في رمضان الماضي ومع إطلاق الحوار الوطني ومع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. هذه الإجراءات كانت جزء، وده حتى الرئيس أشار لي بأنه يريد للجميع أن يتشارك وأن يتحدث وأن يتحاور وأن يوجد أفضل الحلول. فالحقيقة أن حضور كل الطيف السياسي المصري اليوم كان هام للغاية، لأنه الاقتصاد هي قضية خاصة بكل القوى السياسية المصرية، بكل الطيف المصري، بكافة توجهات وكافة رؤاه. فأن يتواجد اليوم ده أمر طيب للغاية وأمر إيجابي للغاية، هو جزء من الدفع في اتجاه الحوار الوطني ودعمه للقدرة على الوصول إلى رؤية تشاركية ليست رؤية طيار بعينه ولا يعني رؤية خاصة بحزب دون الآخر، لا، رؤية وطنية بحتة لكافة الطيف السياسي المصري في أن يتشارك في وضع الرؤى الأفضل في التعامل في ملف هو الأهم والملف الذي يمثل أكثر الاهتمام بشكل أكبر لأي مواطن في أي دولة في العالم. الاقتصاد هو رقم واحد وبيأتي في أولى اهتمامات الخاصة لأنه ده بينعكس على معيشته وعلى حياته بشكل عام. لو سألت حضرتك طارق الخولي الشاب المصري بعيدا عن المناصب وتقديرنا لها، الأمنية اللي يتمنى أنه يخرج بها هذا المؤتمر كتوصية أو كقرار لخدمة الشباب ولدعم الشباب؟ الحقيقة أنا أكتر شيء بشوفه أمل في يعني في فيما يتعلق بالنهوض الاقتصادي هو جذب الاستثمار الحقيقة. وده الحقيقة أكبر تحدي موجود يجب أن نعمل عليه جميعا، ويجب أن نوفر المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الاستثمار، وأيضا يجب يتم العمل على تثبيت السياسات المالية والضريبية بما يطمئن المستثمر سواء كان المستثمر الوطني المصري أو حتى جذب الاستثمار من الخارج، لأنه ده في النهاية انعكاسه على البطالة، انعكاسه على توفير فرص العمل، انعكاسه على زيادة الدخول للمواطن المصري، وبالتالي ده يحسن من معيشته. فأنا بأمل أن احنا نخرج من خلال هذا المؤتمر بمعالجة أدق التفاصيل اللي بتواجه أي مستثمر واللي بتمثل تحدي أمامه ومعالجتها بشكل جذري وبشكل قادر على يعني مواجهة كل التحديات التي تواجه أي مستثمر. فده اللي أنا بأمله من خلال هذا المؤتمر. وجزء من الاستثمار طبعا النهوض بالصناعة، وجزء من الاستثمار جذب السياحة، فبالتالي دي كلها مجالات هتوفر فرص العمل للشباب، هتوفر فرص العمل بدخول كبيرة، وبالتالي ده يشعر المواطن بالرضا العام ويحسن من جودة الحياة بشكل عام. ضفل ده للخدمات المقدمة،
واحنا حتى النهارده واحنا بنتكلم على تم الحديث حول الفصول في التعليم والكثافه داخل الفصول، وانه انه يتوفر لدى الدوله قدره اقتصاديه يمكن من خلالها توفير جوده الحياه في التعليم وفي الصحه وفي غيرها من المجالات. ف نهوض الدولة وقدرتها والأساس بتأتي بالاستثمار. احنا مصر قدرت خلال الفترة القليلة الماضية ان تعمل طفرة كبيرة في البنية التحتية وفي الطرق، وبالتالي ده جزء من جذب الاستثمار، لكن لابد ان احنا نتحدث ونشخص بشكل صريح وواضح ما هي المشكلات التي تواجه اي مستثمر والعمل عليها بشكل جذري بما يحول دون يعني وجود اي عقبات مستقبليه، وبما يؤكد ويحفز جذب الاستثمار بشكل اكبر. كلنا لامسين حاله القلق لدى الشارع المصري بالتاكيد جراء الاوضاع الاقتصاديه اللي العالم كله بيمر بيها، وبالتالي مصر بتتاثر بيها بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات مختلفه. نتاج اليوم الاول ومشاركه حضرتك في اليوم الاول تديك رساله طمانه الى 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 المستقبل والى وضع حلول للمشكلات اللي حضرتك حتى تحدثت عنها في لقائنا، ولو يعني تنقل هذه الرسالة لشباب مصر وللي بيتابعوا المؤتمر الاقتصادي من وسائل الإعلام. بالتأكيد أنه تجتمع القوى المختلفة ويعني الخبراء والاقتصاديين ليتحدثوا حوالين خارطة الطريق لمستقبل الاقتصاد المصري حتى يكون أكثر تنافسية. ده في حد ذاته رسالة طمأنة انه في حالة ايجابية نحو السعي لايجاد افضل السبل الممكنة لمواجهة اي مشكلة او اي تحدي قائم، وبالتالي بكل تأكيد يعني هذه الدعوة وهذا المؤتمر ومن خلال جلسات اليوم الاول ومن خلال المصارحة يعني حتى الحديث بشكل صريح وبشكل واضح حوالين المشكلات القائمة الآن، وأن هذا المؤتمر سيتناقش في المشكلات ولن يتحدث فقط عن ما تم من إنجازات، لا سيتحدث بشكل أساسي عن ما يواجهنا من مشكلات حتى نضع أفضل الحلول. فبالتالي دي رسائل طمأنة شديدة أننا نسعى للحل وأننا نسعى للمواجهة وأننا نسعى للعلاج السليم. إن شاء الله يعني يكون نتاج وحصاد أيام المؤتمر فيها خير وحلول لهذه المشكلات، وبالتالي زي ما حضرتك قلت خير يعود على الشباب مصر وعلى كل المصريين في فرص عمل ونمو وزيادة للدخل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم، يعني ده كان لقاء حاولنا من خلاله نرصد تمثيل الشباب في المؤتمر الاقتصادي وأحد الكوادر السياسية المهمة في الشباب، وإزاي شاف اليوم الأول من جلسات المؤتمر وما هو المأمول منه. زي ما حضراتكم سمعتم في مصارحة شديدة وفي طرح لكل المشكلات بشكل واضح من غير ما يكون في مواربة أو من غير ما يكون في خجل من شيء، لأنه مصر جزء من العالم وما يحدث لا يخفى على أحد، ما يحدث في العالم لا يخفى على أحد وتأثيره على مصر لا يخفى على أحد. وبالتالي كان دور هذا المؤتمر أنه يستمع الرئيس وتستمع الحكومة والدولة إلى كافة الأصوات، وإن شاء الله في نهاية أيام المؤتمر نصل إلى نتائج وتوصيات وقرارات تخدم الاقتصاد المصري وبالتالي تنعكس على المواطنين بشكل عام. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ومستمرين في متابعتنا مع حضراتكم على مدار أيام المؤتمر، وإلى اللقاء.